مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بغيت نتناول موضوع ألمني بشكل كبير وألم عدد كبير من المغاربة، موضوع كيتعلق بأوديو مسجل ديال الأستاذ المخضرم عتيق بن شيقر. عتيق بن شيقر إعلامي متميز، طابع ديالو، وإنسان خجول، وإنسان له مواصفات خاصة صراحة يختلف بها عن الغير. الأوديو اللي خرج به عتيق عند الأخ تحفة اللي كان احترمه بشكل كبير، صراحة هذا الأوديو اللي خرج به عتيق إلا وتحمل ما لم تتحمله الجبال. تبعوا معي الأوديو. موضوع أنه تقريبا من 5 سنوات وأنا مطارد من طرف مفوضين قضائيين، أحكام تلو الأحكام، مع العلم أنني قضيت ما يزيد عن 30 سنة، 33 سنة مع وقعت لي ثلاثة الحوادث ديال الشغل، من بعد واحدة في ركبتي، واحدة في رجلي، واحدة في الرقبة ديالي، وما زلت أعاني من آلامها ومن آثارها. ثلاث الحوادث مرت يعني وتقاضي التعويض عليها، لأنني أنا ملي طلبتني القناة وقعت مع عقد في البداية ديالها، ولا حتى قبل البداية ديالها، حنا حتى كنا قبل ما تبدأ. العقد اللي وقعته مع القناة يعني فيه بنود والتزامات ديال الطرفين، إلا أنه مرفق بواحد من بعد يديروا هو القناة غدير العقد مع شركة تأمين، وأنا لم أستشر في التوقيع، أنا ما وقعتش مع أكسا، ما اختاريش ديك اللي غتأمني، هما اللي اختاروها ليا. حتى الأمور عادية يعني ما فيهاش إشكال، إذا اختار لك المؤسسة ديالك المشغل ديالك، اختار لك المشغل ديالك بأنك أنت تؤمن وتدفع مقابل ذلك التأمين واحد الاشتراك شهري، فبها ونعمت. أنا قد تندفع الاشتراك ديالي رسوم اشتراك شهريا، وما كيقتطعوا لي من الراتب، و يعني هما كيتخلصوا، وانا الواجب ديالهم ياخذوا اللي احتاجيتهم. ولو وقفت بان في مرحله من المراحل وقعت لي شي حادثه شغل، غادي يكونوا تاهما يؤديوا الواجب بما يملي القانون بذلك. فاذا بي افاجئ بعد احكام وخبرات، احكام ثابته باسم جلاله الملك، وخبرات طبيه وخبره مضاده وخبرات ولاتيه وكل شيء، اتفاجئ في حكم كان في صالحي غادي يقوموا به في النقد، ودون أن أبلغ بالنقد، وهذا خطأ قانوني فادح، وغادي يتحكم ديك الحكم بالنقد ضدي لصالحهم في واحد وقت قياسي، وغادي يرجع الحكم الابتدائي، وغادي يستأنف، وغادي يبغيو ينفذوا عليه. الآن ما بقي عندهم إلا التبليغ وأنا داير النقد. أنا أقر بأن كاين واحد تقصير من طرف المحامي ديالي اللي كان تابع الملف قصر، ولكن هذا لا يعني بأنهم كانوا نزهاء هاد الشركة التأمين أو لا الشركة المشغلة، كانوا نزهاء في الملف. الشركة المشغلة ما قدرش تدخل، المحامي ديالها قال لي أنا ما كناش ندخلوا بينك وبينهم، والمؤسسة ديال التأمين حضرات تتحضر معايا في الخبرات، يحضر معايا مفوض قضائي ديالهم، تيحضر معايا واحد مسؤول في قسم تيحضر، ما دي ما عمري ما مشتا، وكيحضر الطبيب ديالهم والمحامي ديالهم، اربعه الاطراف تيحضروا باش يشوفوا لي رجلي واش مضروبه ولا مضروبه، شويه راه التحكمات وخبره قانونيه وطبيه وكل شيء، وكيبدا يعبر لي الضربه واش عميقه والسنتيمات، يورك عليها بحال انا في شي يعني شي مزارة ولا شي حاجة، بحال شي واحد شي كزار تيبدا يقطع اللحم، ولا قد ما كرهوش يبدا يقطعو ويشوف الداخل واش كاين شي ورم ولا ما كانش. فانا ما عرفتش، ما بغيت نختصر وما عرفتش كيفاش نختصر، لانك تختلط ليا المشاعر مع الموضوع. باختصار انني يعني وقفت القناة موقف حيادي سلبي وصمت سلبي. المؤسسة ديال التأمين كاين فيها شي جهه اللي
يعني بغى في الخدمه، بغى يطيحوني، ما عارف شنو بيني وبينهم، ما كان حتى شي واحد، ما عارف شنو درت لهم. وليكن في علمك اخي تحفه، هذه الحاله ديالي الوحيده في القناه وفي تاريخ القناه، رغم ان حواديت الشغل تعرض لها عشرات ديال الاخوان وكلهم ما عندهم حتى شي اشكال، الا انا طلبوني الان، دابا الان الحكم طلبوني بشي مبالغ ما تقاضيتهاش ما خديتهاش، ولا كنت خديت هذيك المبالغ اللي قليله اقل من اللي تيطلبون بها، في خديت هذا حقي. ومن بعد سنين كاين حادثه اللي وقعت لي في 2003 وحتى 2014 عاد تيطلبوني بها. ما بعدها تخيل الحادثه في 2003 وما بعد 10 سنوات عاتي في خوتي يقول لك حكا راه يمكن كاين شي غلط، وقعوا في غلط في النساب. وبين الخبراء اللي عينتهم المحكمه واحد طبيب خبير تابع وتشتغل مع المؤسسه ديال التامين وتتعين بالمحكمه باش هو يقلبني، تخيل. وهذا راه تبت شي قضايا سابقه كان تورط فيها هذا الطبيب هذا اللي بغى ينقص لي من ديك النسبه ديال العجز، وانا اضطريت باش ندير طلب خبره اخرى، وعطوني خبره اخرى وعاود اكد لي ديك العجز، بمعنى انهم كانوا تيقلبوا باش ينزلوا لي العجز. وحتى المقالات ديال المحامي اللي كان تيكتب كلها سب وشتم ونعت بانني نصاب، ويعني وتنقيس من القيمه ديالي بواحد الشكل لا يوصف. لو اطلعت على المقالات يعني لتبين لك واحد الهجمه مبطنه، واحد الحق مبطن غير مبرر، لا ادري ما السبب وراء هذا الشيء. فأنا في منتصف في واحد المنعطف ما عارفش ندير، واش نخليهم يتنفذوا عليا وياخذوا يحجزوا لي على البيت ويحجزوا لي على الراتب المعاش ديالي، لان انا يعني انا محال على التقاعد، فالمعاش ديالي بغاو ياخذوه، وعندي عندي قروض، ما فهمتش شنو يمكن يوقع ليا. ما بغيتش نقول لك الاشياء اللي كتمسني في شخصي اكثر، ولكن الله وحده يعلم ما بداخلي. انا دابا انا بان ليا واش ما عرفتش واش قانونيا عندنا الحق نتكلموا على هذه القضيه، رغم ان انا راه تحكم الاستئناف والاستئناف ينفذ وانا عندي النقد، والنقد لا يوقف التنفيذ، يعني ولا الا مشاو تلقاوني مفوض ووقعت ليه من غدا يبدا ينفذوا. فانا في واحد العمر خصني ارتاح. الان هما راحتهم في انني ما ارتاحش 5 سنين وانا في مطاردة دائمة، وطلبت هذا المسؤول والمسؤول الثاني والمسؤول الثالث وكل المسؤولين في المؤسسة دي اللي كانت شغلني. الآن ما ولا أذن صاغية ولا هم يحزنون، حتى واحد ما كيرد عليا. أنا غنصيفط لك أستاذ تحفة بعد الأحكام يا في الواتساب، صعبة في القراءة، أغلب الوثائق اللي كتعلق بالملف ديالي غير موجودة كلها، لأن المحامي ديالي سامحه الله أهمل كل شيء وخلاهم كيتقاضاو في حقي، وفي غيابه كيتلاقى معاه تقول لي سني لي الشك، كسني لي الشك. والواقع غير صالحي وما يهموش الأمر. الآن كان عيط عليه ما كيجاوبنيش، حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا سمعتوا الاوديو، احنا سوف نحلل في الموضوع بشكل مختصر. عتيق بن شيقر اعلامي كبير استاذ مخضرم قدم اضافه ممتازه في عقود من الزمن للشباب ذكورا واناث، متمكن في اللغه العربيه، قدر بالطريقه ديالو انه يدخل قلوب المغاربه. عتيق بن شيقر كان في مدة زمنية سابقة يبحث وينقب عن شباب لصقل مواهبهم، وهذا الشق متعارف عليه في عتيق بن شيقر. حوالي 10 سنوات كان في برنامج مسار. الهدف ديال عتيق هو مجموعة من الناس اللي قدموا إنجازات في البلاد في أي مجال، اختار الطريقة ديالو أنهم يكونوش يتنساو بهذه الطريقة، وقدر وتمكن أنهم يحيي معهم الذكرى. عتيق بن شيقر إعلامي متميز، في لحظة من اللحظات يكون المآل ديالو الزوال،
هو ما اش كيطلب عتيق، تيطلب كيما قال حاجة بسيطة، يكون عنده استقرار عادي جدا في التقاعد ديالو. حنا لا يمكن أن نتكلم على الملف في الجانب ديال القضاء أو نتكلم في الشركة ديال التأمين فيها نقاش، ولكن مجموعة من الأشياء فيها علامة استفهام. عتيق بن شيقر على يده طلعوا مجموعة من الفنانة كبار وكتخدم هاد الشركات وكتدير بهم الإشهار طبيعة الحال وتتلقوا أموال طائلة، ولكن لما نقول من أين ذاك الشبل، ذاك الأسد، ذاك الأستاذ المخضرم الذي يعتبر من جهابدة اللغة العربية يكون المآل ديالو 5 سنوات هو ما كيشوفش النوم لأنه مهدد في المنزل ديالو وفي المعاش، وهذا أصعب الأشياء. عتيق بن شيقر أنا شخصيا تتلمت على يديه في مجموعة من الأمور واستفدت منه بشكل كبير. لا يمكن أنت يا أستاذي أن تتكلم عن نفسك، ولكن نحن سوف نتكلم نيابة عنك لأنه أتى دورنا. عتيق بن شيقر مدرسة، أحب من حب وكره من كره، المغاربة كلهم كيعرفوا عتيق بن شيقر. واش هنا غنطرح سؤال، وهذا السؤال تنقوله دائما بشي حاجة فيها الموت، كنقولوا كلنا لا، واش نقولوا بأن كلنا في هذا الميدان؟ هذه هي علامة استفهام. عتيق بن شيقر ملي خرج وصرح هو إنسان خجول، عمرنا ما شفنا عتيق بن شيقر في اللايفات، ولا يقدر يدير انستغرام ويدير القناة ديالو بطبيعة الحال وغادي يفيد بها ناس، لأنه إلى عانى في الشق المالي هو غني في أفكاره، هو غني في ثقافته، هو غني في مستواه. مجموعة من الأجيال دازوا عن طريق عتيق بن شيقر، وهو شخص يعتبر من جنود الخفاء. عتيق بن شيقر لا يحب الشهرة، عتيق بن شيقر إنسان دياني متمكن له مواصفات خاصة يختلف بها عن الغير. عتيق بن شيقر من خرج وتكلم إلا وصل السيل الزوبة، وهذا هو دورنا كمغاربة. لا يمكن أن يتكلم عتيق بن شيقر عن نفسه، وهذا هو النداء ديالي لجل المغاربة، وبالأخص أنا كنعتبرهم شهود اللي دازوا مع عتيق بن شيقر سواء في المجال الفني أو الثقافي أو المحاضرات اللي أنا حضرت لهم واستفدت كثير من هذا الشخص. عتيق بن شيقر مدرسة، تضامن الكلي مع عتيق بن شيقر، كلنا عتيق بن شيقر. لن ننسى مجهودات عتيق بن شيقر سنين طوال، وسوف أتكلم نيابة عنه. أنا كان عندي معه اتصال مختصر وخديت من عنده الإذن لأنني غنتكلم نيابة عنه، وإلى كتاب غادي نقدر نكون معه في حوار خاص، لأنه عتيق بن شيقر كنز في الأدب وفي الأخلاق وفي العلم وفي الثقافة. لا يمكن ولن أتقبل أنا شخصيا كمواطن مغربي أن يكون المآل ديالو فترة بدي وصل 60 سنة الخوف والهلع وعدم الاستقرار، حقق إنجازات في هذه البلاد في المغرب وخارج المغرب. عتيق بن شيقر يعجز اللسان على الكلام على هذا الشخص، ولكن يكفيني كلمة مسار، يبحث عن مسار الناس تنساو، يبحث عن مسار شباب ويقدم إضافة ويعمل جاهدا من أجل اكتشاف طاقات اللي بطبيعة الحال شباب توفر عندهم أموال طائلة الله يوفقهم، ولكن تكون نهاية ديالو بهذا الشكل ويكون عنده فيه الهلع والخوف وشك مالي وأزمة مالية بهذا الشكل، لا يمكن، لأنه هو في حد ذاته مواطن مغربي له حقوق وعليه واجبات، ولكن السكوت والصمت الرهيب ديال مؤسسة إعلامية اللي ما تنعتبروش كان صحفي فيها أو إعلامي أو منشط لأنه دخل ليها قبل من سنة وكان هو الناس اللي شرفوا على الإعداد ديال الخط التحريري ديالها، يعتبر شخص من المؤسس، ويكون صمت رهيب على الموضوع ديالو في هالظرفية، لا يمكن لأي مغربي أن يتقبل هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، عتيق بن شيقر أستاذ متمكن له مواصفات خاصة كما قلت في السابق،
لن ننسى عتيق بن شيقر، ولا يمكن عتيق بن شيقر أن يتكلم عن نفسه، ونحن سوف نتكلم عن عتيق بن شيقر وندافع عن عتيق بن شيقر، وكل من ساهم أو ساعد بشهادته أمام الله فهذا الشخص الله عز وجل يعلم كل شيء. مشاهدينا الكرام، عتيق بن شيقر لو تم تفعيل مجموعة من الشكايات ومن النداءات اللي كان كيتكلم فيها مع المقربين ما كان ليكون اليوم في هذا الوضع، ولكن المغاربة يد الله مع الجماعة، شعارنا كلنا عتيق بن شيقر، كل التضامن دون أي شرط مع الأستاذ المخضرم مدرسة العلم عتيق بن شيقر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.